بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما قلنا له انتر الليبس اكس فاليو، احنا كنا قلنا عايزين نزود التكست سايز ونسيناها في الفيديو اللي فات، فانا هرجع اظبطها على طول هنا. هقول له التكست سايز اخليه 18 اس بي او 20 اس بي او 24 اس بي زي ما انا عايز. خلاص، واحنا عارفين الاس بي دي وحده قياس وعرفنا فكرتها قبل كده. طبعا في انواع ثانيه من التكست بوكسز او التكست، هختار نوع اسمه نمبر، بس نمبر ديسيمال، يعني ممكن يتحط فيه يعني كسور ديسيمالز وعادي. فشدته وحطيته، اجي ابص بقى هنا في الكود بتاع الاكس ام ال، هلاقي اسمه ايديت تكست بوكس، سمى ايديت تكست وماتش بيرنت للعرض والطول على قد النص اللي جواه لي ام اس ونمبر ديسيمال. طيب نمبر ديسيمال رقم في كسور. عايز أأكد على كذا حاجة من أهمها، من أهمها طبعاً أنا ممكن طبعاً أغير الاي دي الأول. أنا بحب دايماً عايز أعمله إكس، أسميه إكس إديت تكست، خلاص الاسم الأول، وبعد كده كابيتال تايب، الكابيتال لكل حرف. في النوع بقى هنا تلاقي في عندي ديت، في عندي تكست يو ار ال، في شورت مسج، في تكست فلتر، في نمبر، في ديت تايم، في تكست بيرسون نيم، في تكست باسورد، في فون، في دي انواع، دي انبوت تايبس اللي اصلا موجوده عندك في القناه بتاعت الباليت دي. الباليت دي فيها نفس الانواع، يعني التايب ده بيغير بس. في سنجل لاين، عايز تعمل لاين واحد ولا مالتي لاين يعني، ولا عايز تعمل كذا سطر، بتدوس بقى ترو فولس وكده بس، مش اكتر من كده. ايه تاني عايزين نعمل عليه، نعمل خصائص فيها. اقول نروح على التكست سايز، نكبر برده الفونت بتاعه، هختاره مثلا حتى 18 حتى 24 وخلاص، 24 اس بي. نعمل كده ريران، نشوف كده حجمه وشكله كده بالنسبه لنا تمام ولا لا. ادي حجم الفونت اللي هيتكتب جواه، كلام جميل، خط كويس معقول، او غير الحجم اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. طيب حاجة كمان، طب انا عايز اعمل نفس الكلام في واي، فعلمت على الاثنين مع بعض بكنترول وعملت كابي، وجيت قمت عامل هنا ايه بيست. لاحظ بقى ان الكابي والبيست في الديزاين بتضرب، حط لي التكست بوكس والبتاع حاجه فوق، رماهم فوق والدنيا لخبطت على الاخر. يفضل في الكابي وبيست تعملها جوه الاكس ام ال، انا بستريح كده. معرفش انت لو استريحت في حاجه ثانيه وتقعد تشد بقى ثاني وتنزلهم تحت، مش مشكله، انا هعمل لهم ديليت خلاص، واوريك الكاد وبيست من ناحيه الكود. انا عندي الايديت تكست بوكس والتكست فيو، الاثنين دول كانوا بتوع الاكس، عايز اعمل بيست واحطهم للواي، فقمت جاي هنا وتعمل بيست عادي جدا. طبعا طلع شويه ايرور، ما تخافش، الايرورز دي بسبب ان المسميات متشابهه. هنغير الاسماء، لان احنا طبعا قلنا كل اي دي لازم يكون ليه ايه، ما بحبش اغيره من الديزاين برضو، الاي دي بالذات بيعمل لك مشاكل في التسميع. خش جوه التكست بوكس، سمي تكست اي حاجه، تكست في ماشي، تكست فيو. الايديت تكست بوكس ده لازم مهم بالنسبه لي، اسميه واي ايديت تكست. ايديت تكست ليه بالنسبه لي التكست بوكس دي مهمه؟ لان دي اللي انا هكلمها في الكود، هقول له اقرا القيمه اللي موجوده فيها، حط القيمه في الحاجه الفلانيه، دي المهمين قوي بالنسبه لي. ممكن اشيل طبعا ايديت تكست فيو تاني، او لا اخد من اللي موجود عشان متنسق والالوان متظبطه والتكست متنسقه، فاخد منه. طبعا هيبقى عندي مشكله لو انا بعد كده حاولت اغير التنسيق، هيبقى عندي مشكله، هنشوف المشكله نحلها ازاي ان شاء الله، بس في الابلكيشن تاني يعني واحده واحده. فانا قلت تكست فيو 1، غيرت الاي دي بس بتاعه، كان بيقول لي انتر ذا فاليو اوف كذا، تقول لا انا خلاص انا انتر الاثنين خلصتهم، انا عايز اقول دوت هطلع فيه الاريا، يعني هيبقى فيه اوتبوت خلاص مكتوب بالاسود ماشي، مش عارف ايه الكلام ده كله بالنسبه لي ماشي. هاخد منه كده كابي بيست، قال لي طيب عندك كمان تكست فيو اسمه مش عارف ايه، قلت له انا هعمل بقى واحد تاني اسمه اريا، تكست فيو كمل اسمه تي كابيتال وفيو، الاريا ده عشان اطلع فيه الاريا. يبقى الاول هقول دي الاريا، وبعد كده هطلع في المكان تكست فيو تاني اطلع فيه، والتكست اللي هيبقى موجود هيبقى تو بي كالكوليتد، يعني هنبقى نحسب وبس مؤقتا، واول ما بدوس على الزرار بيتغير. فبقى عندي ادي الاريا زي ما احنا شايفين الاولاني، والتاني بقى تو بي كالكوليتد، ممكن اغير اللون بتاعه بتاع الباك جراوند، ادي له لون كده غريب شويه عشان ده هيبقى اوتبوتس يعني هيطلع على الشاشه. مش عايز التكست مش عايز تكست كلر، ممكن ادوس كنترول زي عشان يرجع تاني اسود، انا عايز التكست بالاسود، انا عايز الباك جراوند بتاعت الشريط يبان، يبقى هو اللي لون مختلف. ممكن اكتب باك جراوند كده في السيرش في الاتريبيوتس، ايوه، واختار لون طبعا من ممكن بماتيريال ديزاينز كده، واختار اي لون من الالوان اللي ممكن بالنسبه لي يكون مقبول كده عشان يبقى واضح ان دي اوتبوت. الاريا بقى والتكست فيو بتاعها الثاني اكابيرهم هما الاثنين، وهعمل بيست عشان اطلع فيهم البيرمتر بقى اللي هو الايه المساحه والمحيط، عشان يبقى عندي مكانين اطلع فيهم الايه، اطلع فيهم النتائج بتاعتي. الاي دي ما تخافش اغيره، الاولاني غير اخليه اي حاجه مش مشكله، اخليه في 2 مش مشكله،
وبدل الاريا خليها بيرمتر واسيب كل حاجه زي ما هي. تعالى بقى على الاريا ده اللي يهمني بقى، ده التكست فيو ليه مهمني ومسميه اسم مهم؟ عشان ده انا هخرج فيه، فهيبقى بير تكست فيو واسيب كل حاجه زي ما هي. كده بالنسبه لي ايه، ظبطت شويه تكست فيوز عندي عشان اقدر اشتغل عليهم. كده اهو ادي الايه الشكل بدا يكمل، اعمل كده ريران واشوف بس النتيجه بتاعتي تطلع لي ادي ايه انتر اكس فاليو 3 ادي 4 وادي النتيجه مكان الاريا والايه والبيريمتر بتاعتنا اللي احنا هنكملها ان شاء الله مع بعضنا في الفيديوهات اللي جايه.